بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا في وادي الهجري سعدت اليوم أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام الذين يزورون هذا المكان. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. الاسم الكريم؟ اسم محمد خلفان السعدي. والاسم الكريم؟ سعيد بن خلفان بن ناصر السعدي. بعد زيارتكم لهذه الأماكن وهذا المكان، ما هي انطباعكم عن المكان الأخ حمد؟ الحمد لله المكان مكان طيب، لكن يحتاج إلى في بعض الملاحظات دورة مياه ومكان مال استراحات وهذه الأمور. نعم صدق، جزاك الله خير. والأخ سعيد، ما هي نصيحتك لمن يأتي إلى هذا المكان؟ أقول المكان جميل وحلو، لكن يحتاج إلى خدمات. نعم. وخدمات يعني هذا ضروري. مثل يعني استراحات، مثل يعني دارة مياه، مثل مسجد. نعم. حال صلاح العواية وكل شيء، وصراحة مكان حلو جميل. وأعود لك الأخ حمد، اللي يزور هذا المكان بماذا تنصحه؟ أنصحه يعني بمكان يعني يجلس مكان ما في شيء ضرر وكذا على الأولاد، وهذا ومكان وادي حلو ومكان أشجار ظل. نعم. مكان ما في خطورة، ما في شيء. إيه جميل، أموره طيبة الحمد لله. الأخ سعيد، بعض الناس اللي يجوا يتركوا للأسف أكياسه بقايا الطعام وهكذا، وبعضهم أيضا يكسر ويحرق الأشجار البرية هذه. لا، ما هي نصيحتك لي مثل هذا النظافة. نعم. والأشياء ما يحرق، يكرم. نعم. وعليه بيضوي ولا وساخ، هذه تكون ترمى في مكان مخصص، يعني ما المخصص. نعم. وهذا ما يستاهل يعني وساخة، هذا تلوث، لا يستاهل شيء، ترك المكان مثل ما كان. نعم، جزاكم الله خير. هل تشجع الآن أسرتك تجيبهم هنا مرة أخرى؟ والله نشجع الحمد لله، نشجع وناويين إن شاء الله، وماني إن شاء الله القادم إن شاء الله يجين. ما شاء الله، جميل وعجبنا الحمد لله. الحمد لله، الله يوفقكم، بارك الله فيكم، حفظكم الله، جزاكم الله خير. سعدت بالحديث إليكم.